السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الثانية، إن شاء الله اليوم محاضرتنا في موضوع إنشاء المباني حول أعمال الأسس. اليوم راح نعطيكم الجزء الأول من أعمال الأسس. الأساس أو الأسس foundations هي الجزء من المنشأ اللي يشيد عادة تحت مستوى الأرض الطبيعية. وظيفته أنه ينقل الأحمال إلى طبقات التربة القادرة على تحملها، يعني أحمال المنشأ راح تنقل إلى طبقات التربة بواسطة الأساس اللي احنا ننفذه. المواد اللي يتنفذ من عندها او اللي ينشأ منها الاساس هي اما ان تكون خرسانة مسلحة وغير مسلحة، او من الفولاذ، او من الخشب، او من الحجر، او من الطابوق. هذا اساس من الطابوق، وهذا اساس من الحجر، وهذا اساس من الخرسانة. كذلك هاي اسس ركائز، هذا من الخشب، هذا من الحديد مقطع H، وهذا من الحديد بايب أو أنبوب، وهذا كونكريت مسلح، وهذا كونكريت زائد حديد، يعني كومبوزيت مركب. هناك عوامل تحدد عمق الأساس المطلوب إنشاءه. أولا طبيعة التربة وعمق طبقاتها الصالحة لتحمل أحمال المنشأ. يجب أن نوصل إلى العمق اللي تكون به التربة صالحة لتحمل الأحمال. وثانيا تأثير الطقس وتعرض الأسس إلى تأثيرات الانجماد والتمدد والتقلص، لذا يجب بناء الأسس على عمق لا يقل عن 30 سنتيم لحمايتها من التأثيرات الجوية. ثالثا مستوى المياه الجوفية وجعل الأسس فوق هذا المستوى لتجنب صعوبات التنفيذ، وكذلك التخلص من مشاكل حركة المياه الجوفية. أربعة موقع الأسس من البناء، قد تكون ذو خدمات معينة كسرداب أو ملجأ أو محل وقوف سيارات. إذا كانت الأسس مطلوب منها أن تكون أو تؤدي هذه الخدمات، فيجب أن تكون أعماقها مختلفة عن أعماق أخرى. خامسا أسس الأبنية المجاورة والأحمال التي تنقل وتأثيرها على تحديد عمق الأسس الجديدة. يعني أنه إذا كان عندنا مباني قديمة مجاورة للبناية اللي أنا راح أنفذها الجديدة، فعمق الأساس اللي راح أسويه له علاقة بوجود هذه الأبنية، فيجب أن نحدد العمق بما لا يؤثر على الأسس لهذه الأبنية الموجودة بالموقع. كذلك عمل الأسس بعمق لا يؤثر على الأشجار التجميلية التي يرغب ببقائها. وسابعا علاقة عمق الأسس مع ممرات وقنوات ومجاري الخدمات، اللي هي مثل الخدمات الصحية أو الكهربائية أو الميكانيكية الخاصة بذلك المنشأ. طبيعة التربة لها علاقة بالأسس. يعني لما أريد نصمم أساس معين يجب أن نفحص التربة في مختبر تخصصي، وناخذ من المختبر تقرير عن الموقع أو عن تربة الموقع، تقرير مفصل يتحدد بعمق كل طبقة من طبقات التربة وسمكها، الخواص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية لكل طبقة من طبقات التربة، مقدار تحمل طبقات التربة للأحمال، وكذلك نوعية الأسس المناسبة للموقع، ومقدار الهبوط المتوقع للمنشأ نوعا ومقدارا. الآن عندنا التربة اللي نحكي عنها لها مكونات،
أو جزيئات أو حبيبات، وتبعا لحجم وخواص هذه الحبيبات يمكن أن نقسم التربة إلى 4 أقسام، اللي هي الطين كلي اللي تكون مكوناتها بحجم أصغر من 0.005 مليم، والغريان سلت اللي تكون مكوناتها بحجم 0.005 إلى 0.075، والرمل ساند اللي مكوناتها بحجم بين 0.075 إلى 4.75، والحصى اللي يكون أكبر من 4.75 إلى 7.5 مليم. هذا التصنيف تصنفه، تصنيف هذا نسميه تصنيف ASTM، وهناك طرق أخرى للتصنيف، مثلا هنا يصنفوا أنه الكلي يكون أقل من 0.002، والسولت من 0.002 إلى 0.05، والساند 0.05 إلى 2 مليم، والجرافل من 2 مليمتر إلى 75 مليمتر. هذا تصنيف آخر، وهناك تصنيفات أخرى حسب حجم مكونات التربة. الآن عندنا تصنيف للتربة، تصنيف حسب مثلث التصنيف. توجد عدة طرق لتصنيف التربة، من بينها استعمال مخطط التربة المثلثي. من معرفة نسبة كل من مكونات الأساسية في نموذج التربة وإسقاطها على المخطط المثلثي، يمكن إعطاء وصف للتربة الذي يمكن اعتماده في تحديد الكثير من خواصها. هذا مثلث أو المخطط المثلثي للتربة، هنا حسب مكونات أو نسب مكونات التربة مالتنا ننزلها على هذا المخطط، وبالتالي ممكن نحصل على تصنيف للتربة مالتنا، تربة الموقع. هذه هنا نسبة الطين تزداد بهالاتجاه، ونسبة الغريان تزداد بهالاتجاه، ونسبة الرمل تزداد بهذا الاتجاه. هنا محددين مناطق في هذا المثلث تنطينا كل منطقة نوع التربة الموجودة فيها، ففي حدود هذه النسب من المكونات تنطينا كلي، وفي حدود هذه النسب من المكونات تنطينا سلت كلي، وفي هذه الحدود تنطينا سلت كلي لوم، وفي هذه الحدود سلت لوم، وفي هذه الحدود سلت يعني غريان فقط أكثر شيء، وهنا لوم اللي هو حبيبات رمل صغيرة مفككة، وكلي لوم يعني تحتوي على طين أيضا، وهنا ساندي كلي اللي هي رمل طيني، وهنا ساندي كلي لوم رمل طيني يحتوي على ذرات مفككة من الرمل أو حبيبات، وهنا ساندي لوم، وهنا لومي ساند، وهنا ساند اللي هي هنا نسبة الرمل تكون جدا عالية فيكون رملي. فالآن لو نجري تجربة في استخدام المخطط المثلثي، تكون نوعية التربة حسب موقع ملتقى الموازيات المرسومة لأضلاع هذا المثلث بإحدى النوعيات الأساسية، إما أن تكون طينية أو غريانية أو رملية وحسب النسب، أو بنوعيات متمازجة أخرى. فمثلا تقاطع موازيات 25% من الطين و 15% من الرمل و 60% من الغريان تشير إلى أن التربة غريان طيني رملي مفكك. هنا هذا المثلث مالنا أخذنا 15% رمل موازي إلى هذا المستقيم مال السلط، و 25% كلي موازي إلى خط الرمل، و
60% من الغريان ويكون موازي إلى خط الكلي. فنقطة الالتقاء هنا أو التقاطع راح تعطينا نوع التربة مالتنا أو نوع النموذج اللي عندنا من التربة، اللي هنا يقول هو سلتي كلي لوم، يعني غريان طيني يحتوي على جزيئات أو ذرات رمل مفككة. هنا عندنا سؤال أريد نبين ما هو تصنيف التربة في هذا المثلث، تصنيف التربة أو نموذج التربة اللي هو هذا اللي ماخذ بنسبة 65 من الغريان، هذه هنا هذا الغريان 65، والطين 20%، هذه الطين 20% رسمي خط موازي للرمل، خط الرمل ومعطينا الطين، و 15% رمل اللي هو هذا الخط مالته 15% موازي الى خط السلط. فهنا النموذج مالنا شو نسميه؟ هذا سؤال اريدكم تجاوبوني عليه. انواع التراب هي هاي التربه الرمليه هذا شكلها مثل الكثبان احيانا يكون مجمعه، والتربه الغريانيه هذا شكلها، وتربه طينيه هذا شكلها. التراب لها قابليات تحمل تختلف عن بعضها البعض، فقابلية التحمل للتربة للأحمال المسلطة عليها تعتمد على عوامل مهمة، منها تصنيف التربة ونسب مكوناتها وكذلك نسبة الرطوبة اللي تحتويها التربة. وعلى هذا الأساس صنفنا التربة حسب تحملها إلى نوعين، تربة غير قابلة للانضغاط وتربة قابلة للانضغاط. فالتربة الغير قابلة للانضغاط اللي تشمل التربة الصخرية ذات التحمل العالي حيث يمكن البناء فوقها مباشرة بدون الحاجة لإنشاء أسس أو حفر أسس بشرط خلوها من التشققات والجيوب والمسامية العالية. يعني في التربة الصخرية القوية ذات تحمل عالي ما يحتاج أن نحفر حتى ننشئ الأسس، بل فوقها مباشرة ممكن أن ننشئ المبنى مالتنا. التربة القابلة للانضغاط تشمل جميع أنواع التربة غير الصخرية والتي تحتاج إلى إنشاء أسس لتوزيع الأحمال أو أحمال المنشئ حسب قابلية تحمل التربة. إذن التربة القابلة للانضغاط نحتاج أن ننشئ أسس، ولذلك حتى تكون الأسس مالتنا مناسبة لنوع التربة وطبيعة الأحمال المسلطة من المنشأ يمكن أن نقسم الأسس إلى صنفين، أسس ضحلة وأسس عميقة. فالأسس الضحلة اللي تكون قريبة من مستوى سطح التربة، والأسس العميقة اللي تكون تمتد لعمق كبير داخل التربة. وكذلك فإن هناك عدة أنواع من الأسس حسب نوع المنشأ وإمكانية الاستفادة من الأساس. هناك عدة أنواع من الأسس تصنف حسب نوع المنشأ وإمكانية الاستفادة من الأساس. فعندنا مثلا الأساس الجداري اللي هو يسمونه wall footing، والأساس الشريطي ستريك footing، والأساس المنفرد isolate footing، والأساس المتصل combined footing، والأساس الناتئ cantilever footing، والأساس المستمر continuous footing، والأساس الحصيري raft foundation، والأساس الطفو buoyancy foundation or tank basement، وأساس الدعامات piers، وأساس الركائز piles. الآن نبدأ بالنوع الأول اللي هو wall footing، الأساس الجداري. يستعمل هذا النوع من الأسس مع الجدران الحاملة، مع جدران البنايات الحاملة. يتم إنشاؤه من الخرسانة الاعتيادية أو المسلحة، أو في بعض الأحيان من الطابوق المصخرج ومونة السمن. ينتقل الحمل في الأساس بمسار الإجهاد القصي شير ستريس باث ذو الميل 45 درجة مع الأفق. هذا هو مسار الإجهاد القصي. هذا الجدار الحامل اللي يكون عرضه سين
وهذا الأساس سمك صاد، وهذا عمق الحفر من سطح الأرض أو مستوى سطح الأرض، وهذه تشير إلى تحمل التربة، وهذه الحمل المسلط على الجدار. إذن هذا الجدار هو حامل، وهذا الأساس الجداري. عرض الأساس اللي سمك صاد مساوي إلى سين زائد 2 صاد، يعني هذا عرض الأساس مساوي إلى سين زائد 2 صاد، على أن لا تقل قيمة صاد عن قيمة صاد، يجب أن لا تقل عن 20 سنتيم للأساس من الخرسانة غير المسلحة. سمك الأساس يجب أن لا يكون أقل من 20 سنتيم إذا كانت خرسانة غير مسلحة، ويجب أن لا يقل عن 15 سنتيم إذا كانت الخرسانة مالت الأساس مسلحة. أحيانا يكون عرض الأساس بموجب التصميم الهندسي أكثر من سين زائد 2 صاد، وذلك لنقل الأحمال إلى التربة بضمن حدود تحملها. أحيانا تحمل التربة يكون نوعا ما ضعيف، فنحتاج أن نعرض الأساس أكثر من سين زائد 2 صاد. في هاي الحالة يصير عندنا مشكلة حدوث كسر في الأساس بسبب تعرضه لعزوم الانحناء اللي جاية من أحمال التربة عليه. فحتى نتجنب حدوث هذا الكسر هناك معالجات. المعالجة الأولى هي أن نعمل تدريج في الجدار الحامل، هذا جدار حامل نعمل به تدريجات، أو في الأساس الخرساني نفسه. الآن هذا الأساس الخرساني عملنا به تدريجات بحيث يبقى مسار الإجهاد، هذا هو مسار الإجهاد القصي المرسوم من طرف التدرج ضمن عرض الأساس المطلوب. مسار الإجهاد يبقى ضمن عرض الأساس، هذا عرض الأساس، فنشوف مساري الإجهاد، هذا مسار وهذا مسار، هما ضمن عرض الأساس. وكذلك هاي أيضا الحالة الثانية نفس الشيء. الحالة الثانية أو المعالجة الثانية هي زيادة سمك الأساس ليكون مساوي إلى صاد واحد، نزيد سمك الأساس اللي يتحدد بالتقاء مسار الإجهاد القصي من حافة الجدار الحامل وعرض الأساس، حيث يمكن حساب صاد واحد من المعادلة. احنا عندنا المعادلة هي سين زائد 2 صاد تعطينا عرض الأساس. الآن نعوض عن صاد بصاد واحد، طبعا صاد يمثل سمك الأساس، فيكون صاد واحد في هذه المعادلة مساوي إلى عرض الأساس ناقص سين اللي هو سمك الأساس مقسوم على 2. هذا سين هو سمك الجدار، عفوا عرض الأساس ناقص سين تقسيم 2، سين هو سمك الجدار. المعالجة الثالثة هي استعمال تسليح إنشائي بدون تغيير سمك الأساس. ممكن أن نستخدم تسليح إنشائي هذا بدون أن نغير سمك الأساس. هذا التسليح راح نبقي على سمك الأساس ثابت، وشوف هذا التسليح راح يمنع التكسر اللي قد يصير بالأساس ويدمره ويخليه ما يتحمل. الآن هذا التسليح هو اللي حفظ لنا الأساس من قوة الدفع أو قوة دفع التربة اللي يعني تكسر. هناك عندنا ملاحظة مهمة، يجب أن نعمل الأساس الجداري من الخرسانة المسلحة ويكون التسليح بالاتجاهين بطبقة واحدة في الجانب الأسفل أو بطبقتين، هنا بطبقة واحدة بالجانب الأسفل أو بطبقتين حسب ما يتطلب التحليل الإنشائي، وذلك في حالات معينة. الحالة الأولى عندما يتوقع حدوث هبوط غير منتظم في التربة تحت الأساس، يعني لما يكون نتوقع أنه التربة راح يصير بها هبوط، التربة اللي هي تحت الأساس راح يصير بها هبوط، فيجب أن يكون تسليح مالنا بطبقتين للأساس. وكذلك عند وجود عزوم انحناء في مواقع الأحمال المركزة عند فتحات الشبابيك أو الأبواب الكبيرة، أيضا هاي الحالة تتطلب أن يكون التسليح مالنا بطبقتين للأساس. وكذلك في حالة وجود مواقع دفن أو حركة مياه جوفية، أيضا
يجب أن يكون تسليحنا طبقتين للأساس. إذن في هاي الثلاث حالات يتطلب أن يكون التسليح بطبقتين بالاتجاهين للأساس. هذا نوع من الأساس، من الأساس للمباني، وهذا داخل الحفر تسليح نشوفه، هذا التسليح موجود داخل الحفر للأساس. وهناك ملاحظة ثانية، عندما يكون الأساس الجداري هو الجدار ملاصق لحدود بناية مجاورة، فإن محصلة حمل الجدار سوف لن تكون متمركزة بمنتصف عرض الأساس. في هذه الحالة ستتولد عزوم انحناء تؤدي إلى ميلان الأساس وحدوث الفشل أو ارتفاع الأرضيات وظهور تشققات. لما يكون الأساس مالنا هو الجدار ملاصق لحدود بناية مجاورة، يعني هنا عندنا هذه، هنا اكو بناية مجاورة وهذا الأساس مالنا الجداري، فنشوف الحمل ماله ما راح يكون مركز في منتصف الأساس في منطقة المركز، فيكون حمل لا مركزي، وبالتالي راح يسبب لنا عزم انحناء، يسبب تكسر الأرضية هنا وارتفاعها. فالمعالجة مالتنا نعادل هذا العزم المتولد عن الحمل اللامركزي للجدار عن طرق تسليط أحمال من الأرضيات وطبقات الدفن اللي تولد عزم معاكس. هنا دفن، كذلك هنا هنا الدفن وأرضية، ونزيد كمية الكونكريت هنا حتى نعادل عزم الانحناء. هاي هنا يصير بها عزم معاكس لعزم الانحناء اللي تدفع به التربة الأساس إلى الخارج. المعالجة الأخرى هي استعمال رباطات من الخرسانة أو الفولاذ لنقل تأثير العزم إلى الجدران المجاورة. هنا نستعمل الرباطات هذه اللي تمنع لنا أيضا حدوث العزوم اللامركزية. ممكن أن نستخدم نزيد كتلة الكونكريت المسلح تحت الأساس، أيضا تعطينا وزن إضافي يساعد في عزوم معاكسة للعزوم اللي يسبب انقلاب الأساس في المنطقة المجاورة لبناية ثانية. عندنا نوع آخر من الأسس هو الأساس الجداري المدرج Stepped Foundation. الأساس الجداري المدرج نستعمله عندما يكون الموقع ذو انحدار، الأرض تكون منحدرة في الموقع وليست مستوية، مما يجعل كميات الحفر تحت سطح الأرض والدفن فوق الأساس كبيرة إذا أريد أجعلها بمنسوب واحد. يعني إذا كان عندي هذا الانحدار وإذا أريد أحفر إلى هذا المستوى مثلا، فهنا راح يصير عندي حفر كل شهواي، راح تشوفون كمية كبيرة من الحفر، وبعد ما أنفذ الأساس راح أحتاج دفن أيضا كل شهواي فوق الأساس. فحتى أتخلص من كميات الحفر والدفن قمت بإنشاء أساس مدرج. هناك ملاحظات تخص الأساس المدرج، وهي أنه يتم تحديد المسافة الأفقية بين تدرج وآخر من معرفة انحدار الموقع وعمق طبقات التربة القوية. يعني يجب أن يكون جدار، يعني يكون الأساس الجداري المدرج يستقر على تربة قوية أيضا، وعلى هذا الأساس تحدد التدريجات. وكذلك يفضل أن يكون تغير منسوب الأساس في مواقع التدرج مساويا إلى سمك الأساس. الآن أنا أغير منسوب الأساس في موقع التدرج بمقدار سمك الأساس. هنا سمك الأساس صاد، لما غير المنسوب أيضا أنطي سمك صاد، ولما غير المنسوب أيضا أنطي سمك صاد. يفضل جعل مسافة التشكيل مساوية إلى سمك الأساس، وذلك للحصول على تدرج منتظم وغير حاد وبأعماق حفر ودفن مقبولين.
مسافة التشكيل هذه مسافة التشكيل يجب أن تكون قد بعرض صاد أو بمسافة صاد. هذه هي مسافة التشكيل overlap، هذه مسافة التشكيل أيضا، هذه مسافة التشكيل. هذا أيضا واحد من الأسس المدرجة لأن الأرض فيها انحدار. هذا أساس مدرج أيضا، هذا أساس مدرج، وهذا أساس مدرج مسلح، هذا أساس مدرج، هذا أكبر عمق للحفر وهذا أقل عمق للحفر، يعني كان ربح هاي المنطقة. هاي المنطقة ما حفرناها، فهذا نوع من الاقتصاد في هذا الموضوع. كذلك في هذا المكان